واش يتزوج بها الشهر وطلقها؟ فين هو الساكن؟ قد الناس ما الدراري ما خدامين ما ردامين، راه عندهم الماستر وقارين وما لقاوش الخدامي، فين هي فين باش غيتزوجوا؟ يتزوجوا يتعدوا على هذيك بنت الناس. ها لما كاين جواز ولدي من ولا بيت ب 20000 ريال 16000 ريال، اش غادي باش غادي ياكل ديك المراه وباش غيديروا ديك الدراري؟ ما كاين الجواج ما كاين والو سيدي، احسن يبركوا بحال يتشمكروا. ما مشمكرين تجي تشمكير اخرى، والله العظيم ربي يشهد اللي عندهم الماستر وقارين وعندهم شواهد وما لقاوش الخدمه باش غيتزوجوا؟ مشيت تعدوا على ديك بنت الناس؟ لا حسين بقاو يبقاو في التيق يبقاو باركين مع والديهم مع عند والدهم تيصرفوا عليهم الكلا والخبز راه تيقسموا مع ولادهم. السبب الاول اللي كنشوف له من المنظور ديالي الشخصي ان اولا كتكون قلت العمل ما كاينش، لان حتى الانسان لا تعرف مثلا على شي وحده اول حاجه ملي كيمشي يتقدم يخطبها او شي حاجه كيسولوا الاب ديالها فاش خدام، وحتى الا كان خدام ولا كانت عنده شي خدمه مثلا غير مؤقته يعني ماشي مداومه يعني غادي يطول فيها تيقدر يرفض ليه. ثانيا قلت الامكانيات الماديه، وحتى الا كان خدام مثلا عنده مثلا واحد الصالير اللي غادي ما غاديش يوفر ليه مثلا سكن وغادي يوفر ليه واحد الاسره، او بالاحرى يكون كيعيش في واحد العيش يعني هو في المستوى هنا كيرفض. ثانيا كيقدر يتلاقى مثلا مع شي بنت حتى كيطول معاها وكيتفقوا في الاخر كتولي قلبه عليه، لا انا خاصني كذا خاصني كذا خاصني كذا، كيدير هو بناقص. وثانيا ثاني وقد في الصراحه كما كيقولوا بعض الناس الاباء ديالنا هما اللي تزوجوا وعرفوا كيفاش يتزوجوا، يعني الناس اللي دازوا في اليبوك هذوك طولوا لان كان الزواج ديالهم على الصحه، ما دابا ولات على الزواج ديال المصلحه. كاينين بعدا بزاف ديال الاسباب من بيناتها مسائل اسباب اقتصاديه يعني البطاله، الشاب الان عنده بزاف ديال الحوايج اللي دابا ما يقدرش عليهم، منهم يعني مصاريف الكراء، مصاريف ديال الزوجه، مصاريف هو براسو ما خدامش، يعني كيفاش غادي يقدر انه غادي يعني ما يقدرش حتى يقد على راسو عاد يقدر على الزوجه، يعني كنشوف مساله اقتصاديه محضه ماشي مساله بنات الناس موجودين كما كيقولوا، اولاد الناس موجودين. ومسائل ديال مساله ديال الطلاق علاش كثر مؤخرا؟ لانه كترتبط حتى هي مساله نقولوا اقتصاديه، لانه ما كيبقاوش لي كوبل ما كيبقاوش صابرين، هذا ما يقدر يصبر على هذا، ما كيشوف الزوج انه عنده واحد مسؤوليه كبيره هزها على كتافه، يعني صعيب باش غادي حتى هذه كتاثر. كاين اللي ما عندوش مسكين، كاين اللي كل واحد وعلى حساب. اصلا حتى المغرب ما فيهش الخدمه، راه الا كان شاب خدام بضروره بطونوبيل شو هكا علاش ما يتزوجش؟ ضروري من الزواج. عاوتاني الا كيف قلتي نتايا كيوقفوا دغيا في الطلاق وهذه على حسب الماديات، عاوتاني اولا كيكونوا ما متفاهمينش مع بعضياتهم اولا الزربه. علاش كل شيء دابا كيمشي كيهاجر كيمشي كاين اللي كيموت في البحر، كاين اللي كيموت في البحر، كل واحد وعلى حساب مسكين، حتى واحد ما لقى كيف بغاها. كيخدموا الشباب ديالنا ويكون كل شيء مقاد، ديك الساعه علاش لا كل شيء غيتزوج ان شاء الله، الله يسر الامور وصافي. تدري يكون معقول.